مساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من اخبار اون تايم. ان شاء الله تكون حلقه مميزه كعاده اخبار اون تايم، وخلاص بقى انتم متعودين معانا بيكون لنا جوله في الساحه المحليه من خلال اخبارنا الخاصه، كمان جوله في كره القدم العالميه والالعاب الاخرى. كل ده بيكون تحت شعار ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، ولكن حاجه واحده بس هي اللي بتجمعنا، الرياضه. اسمحوا لي في البداية نبدأ حلقتنا بأهم وأبرز العناوين. الأهلي يحصد 8 مليون جنيه بعد تتويج ببطولة السوبر المصري. الزمالك يبحث تمديد عقد زيزو موسمين. مصر تكتسح تونس 85-83 في البطولة العربية لكرة السلة. الليلة انتر ميلان يتطلع للاحتفال بلقب بطل الشتاء في الدوري الإيطالي أمام جنوا. نبدأ النهاردة أخبارنا من السوبر المصري. أصدى الستار على بطولة السوبر المصري. قبل ما نتكلم عن تفاصيل البطولة ونتكلم عن أرقام البطولة، لازم نقول شكرا على كل القائمين على البطولة أنها تطلع بالشكل ده من مصر والإمارات. الإمارات دولتنا الشقيقة، البطولة كانت راقية جدا، شكل الكرة فيها كان حلو جدا، الملاعب كانت حاجة في منتهى الجمال، الجماهير اللي موجودة كانت ظاهرة بشكل جيد. العدد الجماهيري كان أكتر في لقاء الأهلي، وده كان متوقع، محدش يعني الحاجة غير كده. ولكن أنا سعيد بكم حاجة كمان. أول حاجة أن البطولة بالكامل تحكيم مصري خالص، دي حاجة مهمة بالنسبة لنا. حد يقول لي طب ما كان في بعض الأخطاء، طبيعي يعني الدوري الإنجليزي فيه أخطاء، الدوري الأسباني فيه أخطاء، كل الأماكن فيها أخطاء تحكيمية، ولكن البطولة كلها كان تحكيم مصري، دي حاجة مهمة جدا جدا. كان في تنافس قوي في البطولة، شفنا فيوتشر وصل للفاينل، شفنا سيراميكا عمل لقاءين جامدين جدا حتى في اللقاء الاولاني اللي اتهزم فيه امام الاهلي، بيراميدز كان في مناورات في اللقاءين، والاهلي طبعا العائد من برونزيه العالم واللي توج بقى نفسه وقدر يفوز باللقب ال 14. النادي الاهلي عمل يعني انجاز كبير جدا لكل جماهيره، مش بس ان هو فاز باللقب ال 14 ولكن جاي من اجهاد قوي جدا. النادي الاهلي يا جماعه بدا الموسم ورا بعض على طول، سوبر افريقي، بعد كده دخل في دوري الدوري ابطال افريقيا، قبليها كمان البطوله الافريقيه المستحدثه حديثا، ثم دوري مصري، ثم كاس عالم انديه، وقدر يوصل لمراكز كويسه جدا في كاس عالم انديه، وقدم عروض ولا اروع، عروض قويه جدا جدا الاهلي قدر يقدمها على مستويات توب ليفل. يعني ممكن حد يقول الدوري كان ماتش سهل، ماتش في متناول، ولكن لما تقول الاهلي لعب في كاس عالم انديه امام الاتحاد وقدر يفوز على الاتحاد السعودي بنجومه 3-1، ده حاجه مهمه. قدر تاني لقاء عمل ماتش جامد امام فرومنسينو، ولكن الماتش انتهى يعني بهزيمه، ولكن الاهلي عمل انجاز. طبعا الماتش التالت النادي الاهلي يتقدم وروى يتعادل، والاهلي يقدر يعود ويفوز، حاجه كبيره جدا. يروح من غير ما يريح ويروح على السوبر ويقدر يعمل برضو لقاءين اقوياء جدا، دي حاجه تدل على قوه اللعيب المصري وشخصيه اللعيب المصري وقوه النظام داخل النادي الاهلي، واستحق البطوله ال 14. مباراه كانت فيها دراما كبيره جدا مع مودرن فيوتشر، 4 اهداف لهدفين. الماتش بدا ناس تخيلت ان يكون في خلاص سيطره بعد الهدف الاول للاهلي مبكرا بعد 12-13 دقيقه، ثم الهدف الثاني خلاص الناس قالت الماتش كده ايه اتضمن، وبدا حتى جماهير النادي الاهلي تبدا تاخد نفسها، واللي بدا بقى يستمتع وهيحتفل فين ويحتفل باللقاء والبطوله ازاي. ولكن سريعا زي ما احنا شايفين الخطا ده، والخطا ده ما ياثرش ابدا على مصطفى شبير، ده كل الحراس الكبار غلطوا الغلطه دي، مفيش حارس ما غلطش الغلطه دي، ولكن خطأ حدث في اللقاء. بعدها
فيوتشر يسجل الهدف الثاني، والهدف الثاني برضو كان صعب جدا، الكرة بتتشاط وبترد من قدم مدافع النادي الأهلي عشان يتسجل هدف التعادل، ويبدأ بقى الإثارة، يبدأ الدراما في الكرة والمتعة تيجي في شوطين إضافيين علشان النادي الأهلي يقدر يسجل فيهم الهدف الثالث والرابع، والنادي الأهلي يقدر يقتنص البطولة ال 14 ليه في تاريخه من السوبر. ماتش كان قوي جدا 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 وكان ممتع. طيب الناحية الثانية، الثالث والرابع اللي حصل، بيراميدز قدر يفوز على طبعا سيراميكا بركلات الجزاء. يعني كان الماتش الشوط الاول فيه كان هادي نسبيا، خلينا اقول لك الماتش الاولاني ماتش كان هادي نسبيا، ماتش بيراميدز وسيراميكا، ولكن الشوط الثاني بدا يكون في ضغط من سيراميكا، اولا ضغط من سيراميكا، بعد كده قدر يسجل سيراميكا، بعد كده ضيع سيراميكا فسجل على طول مصطفى فتحي هدف ولا اروع، يروح ضربات جزاء لتفوق بيراميدز. بطوله كانت قويه فيها ارقام كبيره جدا، نتائج مميزه، نتائج وارقام لا تتوقف، مش بس عند النادي الاهلي بقياده مارسيل كولر اللي بدا بسوبر واكيد نهايه السنه دي كانت بسوبر. بطولة كانت قوية جدا، الأهداف فيها ممتعة بشكل كبير، ودي حاجة تبين قد إيه اللاعيبة المصرية كواليتي محترم جدا. النادي الأهلي بيحصد 8 مليون جنيه من التتويج بالسوبر بعد الفوز في النهائي على فيوتشر في المباراة اللي انتهت فيها الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، ليلجأ بقى الفريقين ده وقت إضافي من 30 دقيقة، شهد الشوط الإضافي الثاني في دقائقه مجنونة جدا، دقيقتين كانوا مجنونين جدا جدا جدا، سجل خلالهم النادي الأهلي هدفين، والجميل إن النادي الأهلي مودست بيسجل وبيتألق مش بس هدف، لا ده سجل هدف وصنع التاني، وأنا بالنسبة لي كانت أمتع، الراجل صنع كورة براسه، رؤية كبيرة جدا، الرؤية هنا صنع كورة بالهيد قوية جدا، كان فيها رؤية عالية جدا، بدأ الناس تقول لا ده المكنة هتطلع قماش، مودست كده هيبدا يطلع مع الاهلي قماش، نتمنى طبعا المهاجم الفرنسي ينتفض ويعود لمستوياته اللي كان عليها قبل كده. بص يا جماعه الاسيست من مسافه بعيده على فكره، مدافع غلط بس هو شايف عامل ازاي، كان في لقاءات قويه جدا ونتائج كبيره جدا وارقام مميزه جدا، وزي ما قلت لكم الارقام مش بس عن تتويج النادي الاهلي مع كولر، ولكن ارقام كبيره جدا كانت موجوده في السوبر المصري. من النتائج المهمة والإحصائيات المهمة نروح لكولر. كولر اللي مع النادي الأهلي واخد 6 بطولات منهم 3 سوبر مصري، الراجل ده بيعرف يفوز بالبطولة دي بشكل كبير جدا، أولها لو فاكرين كان على حساب نادي الزمالك والثلاثة كانوا في الإمارات، أول بطولة كانت على حساب نادي الزمالك وكان لسه أول لقاء ولسه الناس بتجس تشوف مدرب ده الدنيا تبقى عاملة إزاي، ولو فاكرين كان زكريا الوردي عمل ميس باس والأهلي قدر يسجل وكان هدف حلو جدا وكان أول سوبر ليه. السوبر التاني كان السنة اللي فاتت على حساب بيراميدز وكان لقاء قوي جدا وقدر أيضا يفوز في الإمارات، ودي النسخة التالتة ليه، شكل كده كولر مع السوبر في الإمارات على طول في فوز. تعالوا نشوف تصريحات كولر بعد اللقاء.
الشوط الاولاني كنا كويسين جدا، بدانا كويس، قدمنا شوط كبير وده خلانا ان احنا نتقدم في النتيجه 2-0. دخلت بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبه ان احنا ما ينفعش نقل اي قدر خالص، ما ينفعش نهمد، ما ينفعش ان احنا تركيزنا يقل، ما ينفعش ان احنا نتعالى على الكوره. نزلنا الشوط الثاني كنا مركزين، ضيعنا جون كتير قوي، وبعدين فجاه دخل فينا جون عجيب الشكل، حاجه كده ما بتحصلش كتير. كرة الحارس بتاعنا بيحاول ان هو يلعبها يسندها، ضغط عليه المهاجم تدخل جون بالشكل ده، جون عجيب. بعدها دخلهم الجيم تاني بعد ما كانوا هم بعاد جدا، فبداوا ان هم يمارسوا ضغط عشان يرجعوا في النتيجه يحاولوا يتعادلوا، وفعلا ما فيش دقائق قليله وراحوا جايبين الجون التاني برضه بخطا مننا بشكل انا بعتبر ان هو ما كانش داعي على الاطلاق. يعني احنا النتيجه دي ما كانش خالص يعني المفروض يحصل السيناريو اللي حصل ده في سير المباراه قبل الجونين دول ما يخشوا، لكن احنا اللي عملنا كده وصعبنا الدنيا على نفسنا. لكن بدنيا كنا كويسين جدا، ان احنا الشوط الثاني كنا اقوى بدنيا، افضل بدنيا، كنا مسيطرين على المباراه. وانا سعيد جدا ان توني يعني مودست وكريم جابوا جونين وقدرنا ان احنا الحمد لله نكسب البطوله وناخد كاس جديد ولقب جديد مستحق جدا. لو شفنا 120 دقيقه فاكيد احنا كنا الفريق الافضل بكتير. في النهايه هما كانوا اسبوعين ونص ثلاث اسابيع تقريبا علينا صعبين جدا، سفر كتير، ماتشات كتير، اقامه في فنادق طول الوقت، بعد عن يعني في غربه تقريبا كلنا، ده بدنيا وذهنيا بيبقى مرهق جدا. والحمد لله بحمد ربنا ان احنا يعني انهينا الفتره دي بلقب وميداليه، لكن اللعيبه محتاجه دلوقتي انها تاخد راحه ومتهيألي ان هم يستحقوا ده بعد الفتره العصيبه اللي فاتت والشده دي كلها، محتاجين كام يوم نفصل خالص يريحوا. لعيبه المنتخب للاسف طبعا يعني هيبقى عندهم الفتره اقصر شويه كذا يوم وهيبداوا يخشوا في معسكر المنتخب. اللعيبه الثانيه هنبدا ان احنا في يناير ان شاء الله عندهم راحه لغايه يناير، ونبدا ان احنا نخش في يناير ان احنا نجهز ونرجع التمرين مره ثانيه. وسعيد طبعا بالفوز باللقب ده. كولر ماشي على نهج المدربين الكبار في تاريخ النادي الأهلي، مش بس داخل الملعب كمان في التصريحات، دايما بيتكلم بشكل واقعي بشكل منطقي، مفيش مبالغة ولا في الهزيمة ولا في الفوز. هتلاقي الأهلي لو خسر أو كسب بطولة هو بيطلع يقول تصريحات واقعية، ما بيطلعش يتهم حاجة، ما بيطلعش يرمي على شماعة، بيطلع يتكلم أنا أخطأت، أنا كنت كويس، أنا كنت وحش، لعبتي كانت تمام، لعبتي ما كانتش تمام. حتى هو كسبان قال إحنا كنا الماتش في إيدينا ولكن إحنا اللي دخلنا فيوتشر في الجيب. تصريحات قوية جدا واقعية ما فيش فيها مبالغة، ده مش تصريحات مدير فني واخد ثالث عالم وكمان لسه فايز بطولة كان ساعتها في المؤتمر ده من دقايق. فتصريحات يعني واقعية تقول قد إيه هو بيبين الاستراتيجيه اللي داخل النادي الاهلي والكلام مع اللعيبه ان الفتره الجايه هو بيفكر في ايه البطوله اللي جايه ونسي خلاص البطوله اللي كان لسه متوج بيها. على الجانب الاخر بقى في انجازات تانية، مش معنى ان فريق خسر فاينل ان هو خسر كل حاجه، بالعكس نادي مودرن فيوتشر وصل لشكل كويس جدا، قدر يوصل للفاينل، فاز في ماراثون طويل جدا جدا، دخل تاريخ في ركلات الترجيح امام بيراميدز، قدر يعمل لقاء قوي امام فريق من اقوى الفرق اللي موجوده في الدوري المصري وسكواد قوي جدا جدا بيراميدز. وكمان السوشيال ميديا والصفحه الرسميه لنادي فيوتشر قالت رساله للاعبين عقب حصد المركز الثاني في بطوله كاس السوبر المحلي جاءت كالتالي: كنتم رجال، كنتم على قدر المسؤوليه. بالفعل عملوا اللي عليهم، مفيش حد تحس ان هو اثر باي شكل من الاشكال، كما حصد فريق مودرن فيوتشر جائزه ماليه تقترب من مبلغ 125,000 دولار، ما يعادل 4 مليون جنيه مصري عقب حصد المركز الثاني في بطوله كاس السوبر المحلي في النسخه الجديده. نروح لحديث الساعه بالنسبه للنادي الاهلي وهو مودست. مودست بعد ما كان خلاص الناس كلها مش فقدت الامل ولكن كانوا حاسين اللي هو كمان كلاعب بقى عنده احباط او بقى حاسس ان الانتقادات بتوصل له او نظره الجمهور ليه بقت باينه، بالتالي اكتر حد سعيد بالهدف ده طبعا اسيست معلول ولا اروع، هو الجون كله اسيست معلول والرفعه دي، ولكن اكتر حد سعيد بالهدف ده كولر. كولر سعيد بالهدف ده جدا، هو اللي اختار الراجل ده والراجل جه وسجل هدف مهم جدا، ممكن يكون الفترة الجاية الراجل يقدر يسجل، ممكن يكون من أكتر إمكانياته اللعب بالراس داخل منطقة الجزاء وهو ده ما كانش متوفر للفترة اللي فاتت. هنشوف
اللي هيكون موجودين، ولكن خلينا نقول على طريقة الكبار هو أنقذ النادي الأهلي من وقوع في فخ مع نادي فيوتشر، ومارسيل كولر كان دفع بيه كبديل وشاف اللي هو ممكن يقدر يسجل، ونزل وسجل وصنع هدف في الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، كتبت كده من احتفال مودست مهاجم الفريق عقب تسجيله الهدف الثالث لفريق النادي الأهلي، وكمان صنع هدف رابع، أنا هويت وانتهيت هداف بدرجة سوبر. بعد رحلة طويلة وسفر طويل من فريق النادي الأهلي من كاس عالم الأندية في السعودية إلى السوبر المصري في الإمارات، أخيرا تعود بعثة النادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح الجمعة إلى القاهرة، يعني مشوار طويل جدا، والنادي الأهلي قدر يحصد يعني كل اللي هو عاوزه. كان في أحلام أكتر من كده في كاس العالم، ولكن ثالث عالم أكيد حاجة مهمة جدا. الأهلي طلع من هناك على الإمارات وقدر يفوز على طول بالسوبر المصري في النسخة الجديدة. متهيألي لعيبة الأهلي حاليا ما بتفكرش غير في الراحة السلبية كام يوم، وزي ما انتم عارفين لعيبة الأهلي في منها كتير جدا دوليين، في موجود هيكون مع منتخب مصر الأول، في هيكون مع منتخبات أفريقية عشان أيضا بطولة أفريقيا، فكل التوفيق للاعبين وإن شاء الله يرجعوا سريعا. معنا على التليفون دلوقتي كابتن شريف عبد المنعم نجم من نجوم النادي الأهلي. في البداية مبروك يا كابتن. ألف مبروك، ازيك يا عامل ايه؟ الحمد لله ومبروك يا كابتن. ويعني الناس كلها كانت شايفة إجهاد كبير جدا على النادي الأهلي، النادي الأهلي هيطلع من السعودية هيلاعب فريق في مستويات أو فرق بقى مش فريق واحد، في مستويات صعبة جدا جدا جدا، كلهم أبطال عالم، هيلاعب فرق في توب ليفل، هيطلع من هناك على الإمارات هيلاعب برضو فرق مصرية مستواها قوي. كان الناس كلها متخوفة من الأرق أو الإرهاق اللي ممكن يصاب بيه لاعيبة النادي الأهلي، ولكن بالعزيمة والإصرار الأهلي ثالث عالم وبطل السوبر المصري. شفت اللقاءات إزاي يا كابتن في البطولتين؟ أولا صباح الخير. ثانيا كل اللي أنت قلته ده كلام مظبوط. ثالثا مؤسسة النادي الأهلي دايما متعودة على الحاجات دي، خاصة قبل مباراة كأس العالم للأندية. الأهلي بيلعب على شيء واحد هو المكسب فقط، يعني الأهلي بيلعب على شيء واحد هو البطولات، يعني الأهلي بيلعب على شيء واحد والمؤسسة كلها بتلعب ساعات جماهيرها وتحصيل أكبر كم من البطولات، وبقى النادي رقم واحد في العالم دلوقتي من حيث البطولات في جميع الألعاب يعني. عشان كده الضغوطات بتبقى كبيره جدا يعني في على لعيبه النادي الاهلي وجهازاتها الفنيه وكل حاجه، والناس ما بقتش بتشجع فرقها، الناس بقت مش لاقيه فرقها في الحكايه اصلا، فبقوا بيشجعوا الفرق اللي بتلعبنا، يعني الاقي واحد مصري يشجع الفرقه السعودي اللي هي هتلعبنا، انا يعني دي روح مش مظبوطه يعني. الاقي فاينل السوبر وهم مش طرف وده بيشجعوا الفرقه اللي هتلاعب النادي الاهلي، فعشان كده انت ما بتبصش فرقتك، انت لو بتبص فرقتك هتبقى موجود في التتويج وموجود في البطولات وفي المحافل وكل حاجه، ابعد عن النادي الاهلي وبص فرقتك بس، ما تكلمش على شخص بعينه. لا هي دي هي هي دي, دي نصيحه من حضرتك للمنافسين. انا بتكلم على العموم، ما تكلمش على شخص. ياما شفنا تجارب تسويقيه ناجحه جدا في مصر ولكن لم تحقق اي بطولات، لان حجره الملابس نفسها مش حجره بطولات. بس حضرتك انا تقصد الجماهير ولا تقصد رجال او صناع بقى قرار في المنظومه او ناس داخل السوشيال ميديا عموما ليها كجماهير انتماءات؟ لا السوشيال ميديا ليها انتماءات، ومين اللي بيصدر للناس دي كلها القصص دي؟ المواقع والحاجات دي وكلامها، وفي كل الدنيا شايفه مين اللي بيتكلم ومين اللي بيهاجم ومين اللي بيعمل. لا هو لو حد داخل المجال فدي حاجه خطا جدا، لكن الجمهور طبعا. الواحد ما بيقدرش يتكلم على الجمهور. لا. الجمهور دايما بيكون في مناوشات كده ايه صحيه بينهم ومن بعض، ولكن في النهايه ما فيش حد مصري ما كانش يتمنى فوز الاهلي على الاتحاد السعودي. وده صح. انا هديك مثل صغير. بعد ما الماتش بتاع الاتحاد السعودي خلص جمهور السعوديه وجمهور الاهلي خارجين يغنوا، كويس؟ خارجين يهزروا، خارجين يضحكوا. هي دي متعه الكوره.
ما هي الا مباراه، هي متعه الكوره. قدرت تتحكم كسب، هنعمل ايه؟ اه على ارضه وجماهيره وكده، هتلاقي مليون اكسكيوز تقوله، ومليون الاهلي جاي تعبان وخارج من معترك كبير وخارج من بطولات وخارج وفي حاله لملمه وبتاع، هتلاقي مليون حاجه تقولها وانت معانا. طب يا كابتن هسالك على ماتش امبارح، على الواقع هسالك يعني. على ماتش امبارح بعد هدف التعادل لمودرن فيوتشر قلقت شويه؟ فيوتشر بالكره اه طبعا، لان انا في درس قوي جدا اللعيبه لازم تعيه يعني. هم بيلعبوا كسبان اثنين لازم تجيب الثالث والرابع. ثاني حاجه اوعى تستهتر باي وقت من اثناء المباراه او بالخصم او باي حاجه. اوعى تفضل تلعب لي بالكعب والكلام ده، قلناه في الهاف تايم. الماتش ده لو فضل بالاسلوب ده وما غطتش الجول الثالث وخلصت المهمه، هيبقى في قلق لو جابوا جول ورجعوا تاني. لا يا كابتن، هو الناس لو كانت تتذكر بس الماتش كويس امبارح، قبل الجون الثالث بالظبط للاهلي كان في هجمه خطر جدا، كره بالعرض عدت من على وش رجل اللاعب. قاضي لو الراجل ده استلمها صح وحطها في الجول ما تسالنيش بقى عن كان كل اللي انت شفته ده راح يعني، فاهم ازاي؟ في كرة كانت صعبة شوبير تصدى لها، ولكن قانون الكورة اللي يضيع دائما يستقبل. وبعدين انا برضو ليه احنا يعني ليه الاسلوب اللي احنا بنعمله برضو ضيعنا دوري الكورة زي دي؟ نفس الكرة وترجع للشناوي، الشناوي يعدلها كده والراجل يخش يحط بيراميدز معاه رجله. انا بصراحة اجمل تعليق وتحليل للكرة دي يا كابتن، اجمل تحليل جات من الكرة دي من كابتن شوبير بنفسه. امبارح كابتن شوبير حلل الكره دي وقال غلط اوفا في الكره دي، ان هو لما زنق نفسه ظهره للجون، كان لو فضل في مكانه حتى لو خبطت هتطلع بره، فوق كان يشيل الكوره وساعتها كابتن شوبير حتى قالها بافيه، قال بس مهما حصل في خصم مصروف اما يرجع. حتى كابتن شوبير قال ان الكوره كان فوت تتشتت بشكل اسرع حتى لو مدافع زنق. بس يا كابتن كل الاجوان الكبار ده بيحصل معاهم يعني. ادي ما هو حصل في الشناوي مرتين، هي مره واحده بس حصلت في اليسون. باليسون اجوال العالم كلها يعني. انا كويس انت فتحت الموضوع بتاع كبير ده ولد كويس جدا. ويسيبك ان هو ابن كابتن شوبير او الراجل صديقنا اللي عاش معانا العمر كله طبعا، ومن الاعلام الاول كمان في مصر يعتبر. فانا عايز اقول لك على حاجه، اللي حصل في شوبير ده يعني رب ضارة نافعة، ولكن درس اللي جاي لا ينقص من اللي وصل له احمد مصطفى شوبير لهذا المستوى وهذا الثبات الفعالي لحارس مرمى. صحيح، انا لازم احوط عليه ولازم اديله دفعه قويه ولازم اديله تاني. والشناوي نفس الكلام، الشناوي قبل ما يبقى موجود كان الحارس من اثنين يعني، فاهم قصدي؟ لا، وكان ليه اخطاء وكل حاجه. متهيألي هو دلوقتي عنده عروض كمان ممكن يطلع، يبقى انا محتاج الحارس بتاعي ده ان انا ادعمه، وانا اللي حطيته في المأزق ده يعني، انا باسلوب لعبي اللي خليته يوصل للحته دي. اي لعيبه كوره تبقى في نص الملعب بيرسي تاوي يرجعها لي توصل لغايه عبد المنعم، وعبد المنعم يرجعها لي للجول يعني. انا التدوير ده والحكايه دي، انت معاك فرقه مش قادره تاخد نفسها وبتقول لك هات الجون الثالث خلصت، ما ينفعش السيناريو اللي حصل. يا كابتن انا مش عايز اتكلم في مشاكل، وانا نتكلم في اخطاء. النهارده بنبارك النادي الاهلي، ونبارك لحضرتك، كان في اخطاء ولكن دي دروس مستفاده. في البدايه باركت لحضرتك، وفي نهايه المداخله ببارك لحضرتك، ومبروك السوبر 14 للنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. وكل سنه وانتم طيب، وحضرتك طيب، وسنه سعيده على حضرتك وعلى كل محبين حضرتك وعلى كل محبين الكره المصريه. اتكلمنا عن النادي الاهلي بكل تفاصيل، نتكلم على المشاركه اللي كان فيها علامه استفهام. علامه استفهام على مين؟ على بيراميدز، شئنا ام ابينا من اقوى الفرق اللي موجوده في الدوري المصري، سكواد يخوف يعني. لما تشوف اسماء اللعيبه كده، اي فريق بينزل لعبه بيقول يعني هعمل حساب. ممكن حد يقول لي ما في فرق تانية، في اهلي وفي زمالك، في طبعا اسماء تاريخ يخوف، ولكن اسماء لعيبه بيراميدز كده على الورق اسماء تخض. فالمشاركه في السوبر المصري كانت مثيره للجدل، اصبح في علامات استفهام كبيره جدا على مصير باتشيكو في الفتره اللي جايه. ممكن يحصل ايه تحديدا؟ الماتش الاولاني، الماتش الثاني، هل الناس تقول باتشيكو واقعي زياده عن اللزوم او متحفظ بقى؟ يعني معاه كل الامكانيات دي. بص يا جماعه، من خمس فرصه مصطفى فتحي لمح بسام، رغم طول قامه بسام حط الكوره على طول جوه الجون. امكانيات كبيره جدا مهاريه مع لعيبه بيراميدز، ومهارات وفنيات عاليه جدا
من اول حراسه المرمى لحد خط الهجوم مفيش لعيب تقدر تقول عليه ضعيف، ولكن المستويات اللي بيقدموها متضاربه تماما، مستويات عاليه بعد كده يرجعوا كذا خطوه لورا، حتى في الدوري المصري يعملوا نتائج كبيره جدا مع انديه كبيره ويفقدوا نقاط امام فرق في منتصف او في قاع الدوري. هنشوف الفتره الجايه ايه هيكون مصير باتشيكو، لكن تعالوا نشوف المدير الفني لبيراميدز قال ايه بعد الفوز على سيراميكا وحصد المركز الثالث. احنا كنا عايزين ناخد البطولة، احنا كنا عايزين نبقى بطل السوبر، للأسف احنا دلوقتي في المركز الثالث، بس ده خلاني افتكر حاجة ان احنا بقالنا 5 شهور بنشتغل تقريبا ماتشات كل 3 ايام، ده بيخلي يبقى فيه اجهاد عند اللعيبة، كل اللعيبة اشتغلت كويس جدا، كل اللعيبة بتتمرن كويس جدا ولعبوا بشكل كويس. وتحية كبيرة جدا للأربع فرق المصريين، الأربع فرق يعني احنا للأسف ان احنا النهاردة مش متواجدين بالبطولة، بس الكرة المصرية ظهرت بشكل كويس في البطولة، الأربع فرق أظهروا كرة كويسة جدا بتشير ان الكرة في مصر كرة قوية، ودي تحية غالية على لكل الفرق الأربعة اللي مشاركين في البطولة دي. نروح بقى للمدير الفني المصري الوحيد في السوبر المصري كابتن أيمن رمادي، طبعا مع سيراميكا كليوباترا اللي قدم عروض مميزة جدا جدا جدا، ولكن كان بيغيب عن التوفيق. متهيألي لو اتكلمنا على التوفيق اللي كان موجود مع سيراميكا، كرة بتاعة ريان والمرمى فارغ وفاضي تماما وتيجي في العارضة، أكيد هو مش فرود ضعيف، أكيد ياسر ريان أحمد ياسر ريان مش فرود قليل، يقدر يسجل الكرة دي وهو مغمض عينه، لو قررها 300 مرة هيسجلها جون، والكرة يعني فيها مواقف وطرائف وعجائب وغرائب، قول زي ما أنت عايز تقول، قول أي حاجة عايز تقولها على الكرة دي تمشي، ولكن اي حاجه هتقولها مش هتقلل من اللاعب احمد ياسر ريان. احنا بنتكلم على الكره دي تحديدا النهارده علشان نقول للاعب انت ما كانش في توفيق، ممكن ما كانش في تركيز في الكوره، هو رايح وضامنها جدا فيتعامل معاه بسهوله، هو هنا في ذهول، هو مش مصدق يعني، هو بص كل اللعيبه ازاي دي ضاعت، ما دي هي مفيش، ما ينفعش، هو لو بيلعب انها جايه في العرض مش هتيجي، ولكن الكره دي متقللش من شأن اللاعب في أي حاجة أبدا، هو لعيب كويس عنده إمكانيات كبيرة جدا، زي ما اتكلمنا على مصطفى شوبير وقلنا إن الكورة اللي أخطأ فيها مش نهاية العالم، برضو الكورة دي بالنسبة لأحمد ياسر ريان مش نهاية العالم، عنده إمكانيات كبيرة جدا والقادم ليه إن شاء الله أفضل، ولكن ده دليل عن سوء الحظ والتوفيق لسيراميكا في السوبر المصري. تعالوا نشوف كابتن أيمن الرمادي قال إيه في المؤتمر بعد اللقاء ونرجع نكمل كلامنا. البطولة دي أظهرت حاجات إيجابية كتيرة جدا وأظهرت بعض السلبيات، نحتاج لمزيد من العمل عشان نصوب الطريق لمستوى أفضل، لكن الحقيقة المباراة أعتقد أن الكل شافها، يعني في مبالغة في إضاعة الأهداف، ومش إضاعة أهداف بسبب رعونة أو ضعف شخصية أو ضعف مهارة، هي حاجة قدرية 100%. طبعا الحمد لله رب العالمين على كل شيء، كنا نتمنى أن احنا الحقيقة نلعب النهائي فما لعبناش النهائي ولعبنا على الثالث والرابع، لكن النهاردة أنا الحقيقة فخور بفريقي، يعني حتى فريق المنافس بيراميدز لما دفع بكل الأساسيين في الشوط الثاني أعتقد أن كان التفوق لنا واضح. نقفل صفحة السوبر المصري بشكله الجديد، وفي النهاية كانت بطولة ممتعة استمتعنا بيها. نطلع لفاصل ونرجع بقى نخش مع حضراتكم في كواليس أخبارنا المحلية.
اهلا بحضراتكم من جديد، وجي معادنا دلوقتي مع اخبارنا المحليه. فرصه ليه والتصويب والهدف، جول بعرضيه الاستلام والهدف، مش ممكن يصدها، يتالق يتالق على القوه الساحره، ولكن الاستلام يا سيده، الاستلام هو كل الجمال، هو 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 شماله يا ولد، مميز مميز مميز، لسه بقول لحضراتكم مميز. نبدأ أخبارنا المحلية من عند نادي الزمالك. نادي الزمالك بدأ من الفترة اللي فاتت بيستعد للموسم اللي جاي، مش اللي جاي بقى اللي هو من أول يناير، لا من يناير واللي بعديه كمان بدأ يفكر اللي ممكن موجود. أول حاجة فتوح في الزمالك 3 سنين، بيفكروا في فك قيد اللي أصبح خلاص الموضوع مسألة وقت بسيط. بدأوا كمان يحطوا أولويات، من اللعيبة اللي ممكن يجيبوها، من اللعيبة اللي ممكن ترحل، وكمان بدأوا يستعدوا للقاءات اللي جاية. عشان في استعداد للقاءات اللي جاية فبيصل إلى القاهرة خلال الساعات القليلة اللي جاية الثنائي السنغالي إبراهيم النضاي والبنيني سامسون أكينيولا لاعبة نادي الزمالك، تمهيدا بقى للانتظام في تدريبات نادي الزمالك. وأكد أستاذ أحمد حسني مدير الإداري للفريق أن قام بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بعودة نضاي وسامسون إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة. كان نضاي وسامسون استغلوا الراحة اللي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع، راحة سلبية، سافروا لبلادهم للقضاء أجازة. ده الخبر عشان الزمالك يستعد، ولكن نادي الزمالك زي ما حافظ على وجود فتوح بيحاول يحافظ على لعيبة مهمة وفي أولويات كتيرة جدا. لو سألت أي حد مين أهم عنصر داخل نادي الزمالك الفترة الحالية هيقول أسماء كتير، لكن قلت له اختار واحد بس هيقول لك أكيد زيزو. طب إدارة الزمالك هتحافظ إزاي الفترة اللي جاية وزيزو لسه معاه عقد مع الزمالك، وبس يقدر في يناير اللي جاي ده لا اللي بعديه يمضي لأي نادي، وبدأ يجيله عروض كبيرة جدا جدا من الدوري السعودي ومن بعض الدوريات الخارجية، فبدأ نادي الزمالك يتفاوض مع زيزو. دي بقى ايه من خلال كده مصادرنا الخاصة داخل نادي الزمالك بدأنا نعرف ان في جلسات، وهيكون في جلسات مع زيزو لتجديد عقد زيزو لموسمين كمان غير الموسم اللي موجود، علشان يطمنوا اللاعب يكون موجود، يكون في تقدير للاعب، وكمان الإدارة تبقى استقرت وثبتت اللعيبة اللي محتاجها. هل الكلام هيكون على زيزو بس؟ لا، أكيد على لعيبة تانية مهمة داخل الزمالك، ولكن البداية هتكون مع زيزو علشان يقفلوا الصفحة دي. اللاعب لما بيكون موجود وفضل في عقده موسم ويقدر يمضي لأي مكان تاني بيبدأ هو ينشغل خارج الملعب غصب عنه. ممكن حد يقول ما زيزو لعيب كبير ومحترف وده ما حصلش منه، ولكن غصب عنه الكلام الكتير والعروض الكتير حتى لو شفهية بتؤثر على أداء اللاعب داخل الملعب وداخل الفريق، وبتأثر عليه في اللعب الفردي أو الجماعي. فهيبدأ إدارة الزمالك تستعد بقى تأمن كده نادي الزمالك بلعبها زيزو علشان يطلع أفضل أداء عنده. زي ما قلت لكم هيكون بشكل كبير موجود لعقد مع نادي الزمالك لمدة موسمين. كل التوفيق طبعا لنادي الزمالك في الفترة اللي جاية. طب إيه كمان داخل نادي الزمالك؟ نادي الزمالك بيقترب بقى بشكل كبير لصفقات من الدرجة التانية. قلنا ده الفترة اللي فاتت ان الزمالك بيفكر يكون في لعيبة من الدرجة التانية، لعيبة ظهرت بشكل كويس جدا. المرة دي الكلام على نجم من نجوم نادي طنطا. نجم نادي طنطا بيظهر الفترة اللي فاتت مع طنطا بشكل كبير جدا، سجل أكتر من هدف. محمد عاطف الجناح الأيمن لنادي طنطا سجل أكتر من هدف مع طنطا. هو طنطا سجل تقريبا 12 هدف، هو سجل منهم 5 وصنع 3. لعيب مش كبير، لعيب مواليد 2002، لسه قدامه مشوار طويل جدا. الزمالك بيسعى يكون موجود مع زمالك في يناير في حالة فك القيد، وأصبح فك القيد مسألة وقت. فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
اهلا بحضراتكم من جديد، ونروح مع بعض للالعاب الاخرى. البداية مع كرة السلة، وتحديدا من البطولة العربية لكرة السلة، حيث وصل بقى منتخب مصر لكرة السلة رجال تفوقه في البطولة العربية للسلة بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 85-63 في إطار ثالث لقاءات لي في البطولة، أو ثالث لقاء لي في البطولة المقامة حاليا في صدى رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي. تستمر البطولة حتى 3 يناير المقبل، مشاركة 9 منتخبات، ومنتخب مصر فاز في 3 لقاءات، أول لقاء على الإمارات بنتيجة 94-46، تاني لقاء نتيجة كبيرة على منتخب الكويت 92-41، واللقاء الثالث قدرنا نفوز عليه على تونس، وتتصدر منتخب مصر قائمة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط. كل التوفيق لمنتخبنا بكل تأكيد. من السلة نروح لكرة اليد، حيث أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد تفاصيل البطولة المستحدثة حاليا تحت مسمى السوبر العربي الأفريقي الأسيوي المقرر إقامتها في 2024 تحديدا من 13-16-9 للمرة الأولى بمشاركة 4 أندية تكون تحديدا في السعودية. هيشارك في الأندية دي مين بقى؟ بالتفصيل كده 4 أندية، أول واحد بطل أفريقيا، تاني حاجة بطل أسيا، بعد كده بطل البطولة العربية، والدولة المنظمة هترشح حد من الدولة يكون موجود. يعني معنى كده الأهلي حجز مكان في البطولة، وكمان الكويتي حجز مكان في البطولة، وكمان الخليج السعودي، يتبقى فريق وحيد هيرشحه بقى السعودية والاتحاد السعودي. إن شاء الله تكون بطولة قوية، ونتمنى الأهلي هو اللي يفوز بيها. نطلع نروح دلوقتي لفقرتنا الأخيرة وهي وان شوت. وان شوت النهارده معانا حاجه مهمه جدا، اذا كان ذوي الاحتياجات الخاصه قادرين على فعل المستحيل علشان يظهروا قدراتهم اللي هي موجوده في كل مكان واحنا فخورين بيها، فبرضه ضروره اللي يكون ليهم كده ظهور في كل حاجه والاستفاده من مواهبهم بشكل كبير، واتاحه الفرصه ليهم والظهور في المشاركه في كل الافعال وكل الفعاليات المهمه والحاجات الايجابيه سواء في الانشطه والمسابقات. وده كمان اللي بتتبناه الدوله المصريه دايما في خطوه مهمه جدا لزياده مشاركه جميع فئات الشعب في سباق ماراثون الخيري، ووافق وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي على مشاركه قصار القامه في السباق الخيري بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية بجانب المشاركين من أصحاب القدرات الخاصة، حتى يجمع سباق زايد الخيري كل أفراد المجتمع المصري، تكون صورة جميلة جدا. كمان هيتم تخصيص حارة خاصة داخل السباق للمشاركين من الأقزام، وذلك حتى لا يصاب أحد منهم بأي مشكلة، وإن عدد المشاركين وصل للألاف وعدد كبير جدا حتى الآن. تعاون مشترك هيكون موجود، وجهود كبيرة جدا من كل الأطراف علشان يظهر اليوم ده بحاجة كبيرة جدا وحاجة جميلة جدا، اللي هتشوف اليوم ده كل المصريين موجودين وكل الناس تظهر بشكل كبير جدا. نتمنى يكون يوم قوي كعادة ماراثون زايد الخيري. خلص وقتنا مع حضراتكم، شكرا لحضراتكم، شكرا لكل فريق العمل، سلام.